وفي كمان الهريس القطري اللي هو الهريس باللحم. الهريس باللحم يمكن كلها وصفات فعلا مشهية وخلينا نقول متشابهة نوعا ما. صحيح. بس دائما كل شخص بيضيف اللمسة الخاصة. انت هون بعد ما حضرت الروبيان وحضرت الصلصة، الحين الرز. الرز كيف تحضيره؟ الرز بسويه الحين، انا عندي الماء قاعد يغلي، حطيت الماء طبعا ملح، حطيت فيه ملح، راح احط فيه كسرتين اللي هو من الدارسين، ثلاثة اوراق غار. طبعا احنا قاعد نتكلم على كيلو رز بسمتي. اوكي. ناخذ الرز بننزله على الماء. ناخذ الرز راح ننزله على الماء. اوكي. ونخليه طبعا نخليه من يبدا الماء يبقبق معانا يغلي ونشوف الرغاوي البيضه قامت تطلع. خلاص هاي ثلاث ارباع سوا نرفع من على النار. وبتشخله. ونشخله. طبعا الرز لازم يكون مغسول ومنقوع قبل لا نطبخه. اوكي. عشان نشيل النشا اللي فيه. مغسول ومنقوع، مي عم تغلي بدون معيار، بس حطينا فيه بدون معيار، لان هذا عادي ممكن احط طن ماي. اوكي. اول ما بتبلش تغلي يعني تطلع على الرغوه يعني بلش خلاص هاي ثلاث ارباع نص تقريبا، وبعدين نخلي شوي زياده بعدين خلاص نرفعه. أوكي. لان راح نطبخه مره ثانيه بالصلصه. هلا احنا هون حنضيف الروبيان اللي سويناه على الصلصه. هلا ايوه الحين راح نضيف الروبيان. اوكي. وحضرنا يمكن كميه من الصلصه مع الروبيان، او اذا بتحب تستعمل هدول خلصوا كمان ممكن.